حاجات الشباب برشا برشا لصابر الرباعي للبنات اواخر الشتاء اليسا للشباب نامي على الهدى من حمزان لا حياخدها مروان للشباب كلهم بونجور مروان اوكي وللانجلش all hands on deck تناشي لا هلا شو كنت عم تقلي ايهاب عن فتحة التم فارقين تحس نفسك فارق تقدم اوكي بس مش كلكم عم تفتحوا مزبوط محمد انت كنت شادد امبارح بالبرايم شادد من هون هيك كنت عم تغني اوكي سو محمد انت كنت فاتح بس فاتح انجا بالطول وكله بالعرض سو زرك الصوت ورا بقي هيك شاطك يعني انت كنت عم تغني امبارح كانه مثل انا عم احكي هلا اوكي هون كله مكربش كان وانا قلت لكم هذيك اليوم بالصف انه بس تغنوا بدكم تفتحوا بالطول وترخوا بتتذكر التمرين اللي عملناه للترخي هلا اوكي فيها تكون ثاقبت انك كنت مشنج لسبب او اخر بس ما بقى بدي اشوفك هيك عم بتشد ما بقى بس في اشخاص صوتهم بيتاثر وقت يكربج الحنك في اصوات ما بيتاثروا دغري اوكي محمد تاثر اكثر لانه شد انت كان صوتك مرتاح اكثر وي لا بروميير بارتي ما كانت منيحه انيس عطلة انه كان في برات التيون يعني اول بارتي تاني بارتي والاخر كان كتير منيح الاخر كان كتير حلو بس اول بارتي كان في اوت اوف تيون دينا صوتي كان عم بخش كان مبحوح غنيتي صح بس الصوت ابدا مش صوتك ما بعرف شو صار لك يعني شو صار معك انت مش عم تنامي منيح لا بدنا نبلش ننام مزبوط بدي مينيموم 8 ساعات بالليل نوم خلص لانه لو شو ما عملنا اذا مش عم بتنامي منيح بده يضل الصوت مبحوح لانه هول العضلات مثل الجسم كله اذا جسمك تعبان صوتك بده يكون تعبان انه بينت مش انه قدرت تخفيها ما قدرت تخفيها انت غنيت كثير صح وصوتك كان مرتاح ما كان في ولا غلطه ولا شيء it was very good عملت اللي قلتي لي عملتيه منيح نو جو سوي كونتانت ما بال كل شيء راب كان كثير منيح كل شيء غنى ما كان كل الوقت كثير منيح ما كان عاطل بس في محلات كنت تحت التوناليتي يعني هو اللي كنت عبالك شديهم وانتبه ما ينزل وانتبه ما ينزلوا كانوا تحت يعني مش صايب التون كنت عم تغنيهم صح بس تحت الطبقه انا ما بقبل لا ولا سبب انه يكون في اوت اوف تيون او تحت التوناليتي او فوق التوناليتي او النوتات مش منصابين مزبوط انا ما بقبله هيدا الشيء ما بيهمني ولا تبرير تاني صوتك ما كان صوتك مبين بشع ما فيني اقول انه مبين بشع بس انه انا بالنسبه لي هذا مش صوت شانتال ما في رنه كان بالصوت يعني ما كان الصوت مجوف ما كان مغلف ما كان فيه رنه عرفتي شو قصدي سيتي بيان سيتي جولي كثير منيح ما فيني اقول لك شيء لانه كله كثير منيح والصوت مرتاح وكل شيء بس عم تعبي انت عم تغني ما عارف ليه هيك تحمر كلك عم تكون ستريسي؟ اوكي عم تكون مشوب بال عاليين كثير ما بينوا عاليين وما بينوا زاركين ولا شيء كانوا كثير منيح غنيت كثير منيح عندي مشكله ما بشرب شو مي خالص اذا ما رح تشربي مي انا ما حزبط لك صوتك ديل او نو ديل ما بفكرش ان انا اشرب مي خالص طب بس انا صار لي 3 4 ايام ما اشربش مي قد ايه ما عم نشتغل سوا شهرين شهرين ونص شو قلي شهرين ونص بقوله بعيد وبقوله بعيد انبح قلبي انا وقل لك شربي لترين مي بالنهار بدك تشربي ما في شيء بيظبط الاوتار الصوتيه اذا انهم منشفين لما ينشفوا بيحفوا هلا صوتك بالحكي مرتاح اكثر اليوم اه من عشان نمت كويس اوكي بس كل يوم بدك تنامي كويس دينا هيدا ابدا شيء عندك اياه تعمليه هلا تتحافظي على صوتك يعني سمعتيهم؟ هيدا الماكسيموم؟ لا الخشكة سمعتها شفتي وين اجت البحة على الباساج والميديوم هاي كله مبحوح اوكي؟ ارجعي ديها وجربي اقلبي وكمليها فيكي تعطي شوية باور بالهيد فويس هلا بس
لانه هو التست هيك معمول. شفتي وين بلشت؟ وقطشت قطش. ويا ريت بتقولي لي اكبر غلطه شو هي؟ ليه بحت معك؟ ليه؟ رح اقول لك من بعد ما نعمل التست اللي بعده، اوكي؟ لانه اذا قلت لك رح تظبطيها الثانيه. انا ما بدي تظبطيها مش كرمال شيء، انا بدي اشوف عن جد شو عم بيصير، عرفتي؟ هلا بخلص الثانيه وبقول لك شو. هلا بدك تعملي لي زيت الشيء على الا من اوطى نوت لارفع نوت وترجعي تنزلي. اوكي ولكن ما بتتركيها فوق الاي فلتنيها فوق مزبوط الآ ما بدي افلتها لو قطشت بدي ارجع انزلها اوكي بس بدي منك شغله على الآ ممنوع تعطي باور يعني اعلى صوت فيك تعطيني هو هيدا هيدا اعلى صوت مش عم تبرم وقفت لعيك مش متبني بعدين ايدك وين سبورت اوكي الريح بتزبط معك معكي اكثر بس الهيديكه تبع الشفاف تبع الشفاف بدها تزبط معك للتنين تبعي اخرهم ما بينبح نفس تبهيلي على اليزو انتبهي لا الاول اوكي ميديوم شفتي شو عم تعملي عم ترجع تعمل بالاخر ستوب تخليها محل ما هي بتقطشيها النوت بتقطشيها مش بتقطشيها لجوا بتوقفيها يعني فرا فرو فري هيدي الفري عم تطلع شوي فري فري ايه فوالا بدك تتاكد انه المفهوم عم يجي من اللسان من قدام مش كثير ال بك يا حياتي هلا كثير منيح هون طول بالك ما في مشكله عم نحلها للمشكله مشكله ليك شو بنعمل هلا بدنا نعمل وحده هيدي يمكن شوي تكون صعبه بس بدنا نعملها كرا كرا تبي اعطيك كرا عندنا شنو وحده الكرا فيها تندانس انها تطلع من ورا لانه الكه كثير قريبه على الغه تبعولتك القديمه سو بدك تنتبه بدي اعمل الكه من ورا والره من راس اللسان من قدام كرا اوكي كرو ما تبرم كثير بس انا عم سمعك الفرق بيني كرو برافو تري بيان كري كري برافو غرا غرا لا مثل الكرا هن زيت الشي هو غرا غرو غرو غري غري فرا فرا فرو فرو فري عندي مشكله في الشد انا في ما بدها تشد فهمت انسى لا إيه؟ عندي مشكله في مش عندي ما عليه ما بيهمني بتعرف شو هلا اذا ما برم على الاخر ما فيك تطولها ما بيهمني بيهمني انه لفظه يكون مزبوط انت فينالمون بالكلمات قد ايه طوله للره بتكون انجا ربع ثانيه سو ما رح تنسمع اطول هي المهم تكون المود دارتيكولاسيون تبعها يعني كيف عم بلفظها كيف وين عم بلفظها يكون مزبوط هلا